بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أسعد بصحبكم. معلقكم الرياضي مجدي حطب، يسعدني أن أكون معكم. وبطولة الجمهورية لأنسات مواليد 2000، اللقاء يجمع بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. مين يدور يا ترى يكون صاحب الكلمة العليا في المباراة، الأهلي والزمالك؟ مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، زي ما عودناكم قناة الأهلي التاني ليكم كل بطولات الجمهورية، سواء ناشئين سواء كبار، سواء كرة سواء هندبول سواء كرة سلة، أي الألعاب هتلاقوها على قناة الأهلي. مع بعضينا سريعا كده نشوف كده التشكيلات ونشوف مين هيلعب النهاردة. التشكيلة الأساسية موجود مع لعيبة الأهلي: إنجي هشام، مريم أحمد، فريدة هاني، براء سعيد رقم 7، 19 شهداء أحمد، 15 حبيبة محمد، مريانة خالد، رانا محمد، راضي، ليلى هي هيثم، سما احمد، ميار. سريعا كده نبدا اللقاء والتمريره مع نادي الزمالك اللي بيمثله في لقاء النهارده ايضا: ساره يحيى، دينا عاشور، والهجمه سريعه رقم 66 تلعب سهيله خالد. نلعب كده المباراه سريعا، واول رميه ركنيه، والله اتحسبت رميه مرمى. يمكن اللقاء النهارده بيحكمه اتنين من الحكام: محمد احمد كمال ومحمد محمود اسماعيل، دول في الملعب. على الترابيزه محمد انور وعمر عبد الجواد. والهجمه سريعه النادي الاهلي، اول هجمه للنادي الاهلي على طول رقم 24 سامة احمد، والتصويبه لكن شالها حارس مرمى نادي الزمالك. وعلى طول تتنقل الهجمه الزملكاويه رقم 7 على التنفيذ براء سعيد على مهلها، زي ما قلنا بعض الاسماء كده لفريق الاهلي والزمالك. ايضا يدير اللقاء من بره النادي الاهلي مهتدي حسن، سامح حسن لبيب، واميره السيد اداري خالد عثمان حرس مرمى، شيماء علاج طبيعي، الزمالك شريف الشامي، سهى رجبي، وهاله شعبان. والهجمه على طول سريعه النادي الاهلي، فاست بريك، وهي والجون، هي والجون، وتسجيل للهدف الاول. ايه الهدف الاول الاهلاوي؟ سريعه جدا بتتلعب الكوره عن طريق رقم 24 سما احمد، سجل اول اهداف اللقاء. واحد الاهلي لا شيء الزمالك. على طول هجمه زملكاويه 66 تلعب من الزمالك، سهيله خالد على طول تحاول كده الرقم 7 في النص ساندي قاسم، على طول الكره تتلعب للنادي الاهلي، فاول اتلعب السريعه ناحيه الباك الشمال، بتحاول تعدي وعلى الدايره، حلوه 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 حلوه، كوره جميله على الدايره بتتاخد كده وتتسقط لرقم 14 فريده هاني اللي بيسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. ايه 2 الاهلي لا شيء الزمالك. على طول الزمالك يحاول عن طريق 66 سهيله خالد باك الشمال، لكن ترجع تاني على الدايره تتلعب لرقم 7 ساندي قاسم، طبعا بنت كابتن قاسم علي مدرب نادي الزمالك. على طول الكره بتتلعب لساندي تاني، هات وخد من الخط الخلفي ساندي قاسم، تحاول تعدي سريعه كده رقم 66 وتسجل، وتسجل رقم 66 من الزمالك سهيله خالد، بتعدي من الجناح وتخش وتسجل هدف اول لنادي الزمالك. 2 الاهلي 1 الزمالك. هجمه الاهلاويه على طول تتلعب، صانع العاب النادي الاهلي بيتحرك كتير قوي رقم 6، والله انا شايف في الصوره كده قدام حضرتك. تاني الكره لسه تبدا من على الدايره 19 تطلع شهد احمد ل 24 في الباك اليمين سما تاني التمريره من الخط الخلفي لرقم 6، على طول تلعب سريعه مريانه خالد، لكن تاخد فاول اهلاوي، اشاره كده تلعب من مكانها، تطلع شهد احمد تلعب، وعلى طول تلعب السريعه رانا محمد راضي، طبعا بنت كابتن محمد راضي المدرب المعروف للنادي الاهلي سابقا ولاعيبه منتخب مصر مواليد 2000. على طول الكره بتتلعب رمي الجانب اهلاويه، هات وخد من الخط الخلفي، تمرير كتير قوي على الدايره، حلوه لو استلمت وعدت، وايه وهدف لو استلمت وعدت، وهدف اهلاوي، هدف اهلاوي من على الدايره جميل، لكن ترجع كره سريعه للزمالك، هات وخد من الخط الخلفي عن طريق ساندي، بتحاول تعدي لكن على طول دفاع الاهلي وياها في اللحظه المناسبه يمنع الهدف. تاني على طول كتير قلنا رقم 66 سهيله لساندي صانت العاب نادي الزمالك،
لسهيله لساندي هات وخد من الخط الخلفي تمريرات كتير قوي. دفاع الاهلي ملتزم بالدفاع 6-0. وتاني الكوره لساندي ليه سهيله اللي بتصوب لكن خارج الملعب وفي صفاره فاول. صفاره فاول رميه حره زملكاويه اتلعبت على طول لساندي هات وخد من الخط الخلفي عن طريق سهندي لسهيله. التمرير كتير قوي من الخط الخلفي توصل للجناح وتسجل من الجناح وتسجل من الجناح. ادي ايه الكره راحت على طول خطيره في الجناح بتسجل منها بتسجل. دينا عاشور الهدف الثاني للنادي الزمالك. 2 الزمالك 3 الاهلي. على طول الهجمه اهلاويه وعلى الدايره وفي صفاره في صفاره ورميه جزائيه. قلت لحضراتكم الاهلي بيستغل كويس قوي الدوائر بتاعته وعلى طول بيسجل منها يا اما تاخد رميه جزائيه. هي اللي في الصوره قدام حضراتكم رميه جزائيه التصويبه الاولى والثانيه والتسجيل للهدف وتسجيل للهدف عن طريق رانا محمد راضي لاعيبه منتخب مصر والنادي الاهلي مواليد 2000. على طول الكره بتتلعب يمكن بعض اللعيبه كده حافظينها بالشكل لكن الاداء بيحكم في الملعب. على طول الكره بتتلعب التمريره بيحاول تعمل اختراق من الوسط رقم 66 سهيله خالد لكن الباول على طول لنادي الزمالك. تبدا صنع الالعاب سهيله ليه على طول ساندي التصويبه والهدف الثالث التصويبه من ساندي هدف ثالث لنادي الزمالك. 4-3 للاهلي والله المباراه عاليه جدا. اذكر حضراتكم ان بطوله الجمهوريه مواليد 2000 مقسمه لمجموعتين هنقولها لحضراتكم في الوقت المناسب. تاني الكره اهلاويه على طول 24 تلعب سما احمد التمريره ولا ايه ولا هتنزل عداله اختراق حلوه حلوه حلو الاختراق حلو الكلام اختراق من الوسط وتسجيل للهدف الخامس لكن الزمالك يلحق يرد ولا ايه بتسقط على الدايره لكن مقفوله. تاخد رميه حره الزمالك على طول ساندي هتاخد من سهيله لكن هنا في تغيير في مراكز اللاعبين راح الساندي في الباك الشمال وراح السهيله في النص وتغيير كده عند رقم 4 من الزمالك اللي بتحاول تغير الملعب. صارخ فارس صار الساندي تمرات بخط بعرض الملعب وتغيير كتير مراكز عملها كابتن شريف الشامي لكن كده الاختراق فاول عكس مظبوط الكلام فاول عكسي تبقى الهجمه اهلاويه على مهلها تبدا تعدي خط النص لرقم 24 من الاهلي سما احمد في النص كده انا شايف صانع العاب مريانه خالد في الجناح بتحاول تعدي لكن ترجع تاني ليه سما والفاول الاهلاوي. 5-3 مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان زي ما عوضناكم حصريا من خلال قناه الاهلي بنلقي جميع الالعاب سواء ناشئين او كبار وادي التمريره وفي فاول ورميه حره ناحيه الباك الشمال. قلت لحضراتكم قناه الاهلي بتنقل لحضراتكم من كل مكان النهارده بنلقي من صاله النادي الاهلي لقاء ناشئين لقاء الاهلي والزمالك انسات مواليد 2000. ادي التمريره من الخط الخلفي تحاول تعدي لكن ترجع تاني هتكون في تصويب ولا ايه عن طريق حبيبه لكن ترجع تاني يبدا الزمالك دفاع الزمالك يعمل الدفاع المنطقه لكن على الدايره بتتعب ورميه مرمى زملكاويه اتلعبت الكوره سريعه. شريف الشامي المدير الفني نادي الزمالك بدا يغير من تشكيلات الفرقه جاب ساندي ناحيه اليمين الشمال وراودا الناحيه الثانيه سهيله خالد في النص بيعتمد على رقم 4 صانع العاب صار فارس وتصويبه وفاول ورميه حره والله اتحسبت رميه جزائيه رميه جزائيه لنادي الزمالك. هنشوف بقى كده مين اللي رايح لها في المرمى انجي هشام حارس مرمى النادي الاهلي. هنشوف كده بقى مين اللي رايح انا شايف رقم 10 من الزمالك راغده زكي هي اللي واقفه والله سابتها لساندي قاسم ساندي قاسم وتصويبه وهدف والتصويبه والهدف والهجمه تتنقل الاهلاويه 5-4. اذكر حضراتكم في اللقاء شوط اول اهلي وزمالك مواليد 2000 ناشئات وعلى الدايره بتتلعب
لسه الكوره تاني. ادي في الصوره شريف الشامي طبعا مدير فني نادي الزمالك بيتكلم في الدفاع مع فرقته. كان لسه الاهلي بيحاول على الدايره بيسقف كده، هنا الاهلي بيعتمد على الدايره اساسا، والهجمه المرتده هي وجول وتسجيل الهدف الخامس. المرتده السريعه باول تعادل في اللقاء، الهدف الخامس بيجي عن طريق المرتده السريعه تاخدها دينا عاشور وتسجل. خمسه الاهلي خمسه الزمالك. يا ترى مهتدي عندك ايه هتقوله؟ لسه ادي التمريرات من الخط الخلفي، هو حتى الان بيعتمد على الدايره في صفاره فاول ماسك من الفانيلا. هنا الحكام على طول بيتكلموا. خمسة خمسة اللقاء، رقم ستة على الدايرة صانع العاب نادي الاهلي مريانة خالد، لرقم 15 حبيبة محمد في الباك اليمين الشمال، والتصويبة لكن في صفارة فاول. فاول اهلاوي من ناحية الباك الشمال، اتلعبت على طول بتحاول تعدي لكن دفاع الزمالك بيطلع يقابل من بره، تنزل للجناح اللي بتحاول تخش وتسجل. برافو، الهدف الساتت من الجناح، بتخش على طول والله وتسجل هدف جميل من الجناح. الهدف الساتت للنادي الاهلي، ستة الاهلي خمسة الزمالك. تاني ساندي تحاول تطلع لرقم اربعة في النص، سارة فارس، وهدف ساتت اهلاوي الزمالكاوي. ادي 66 اللي غيرت مركزها مع ساندي، سهيلة خالد بتسجل الهدف الساتت. ستة الزمالك ستة الاهلي، لسه الهجمة اهلوية. 15 بتحاول حبيبة محمد في الجناح اليمين توصل في النص عند مريانة خالد، والتصويبة والهدف، التصويبة والهدف السابع الاهلاوي. ادي التعادية، ادي الالتقاء، ادي التصويب وهدف اهلاوي. 7-6 التقدم للاهلي. زي ما بقول لحضراتكم احنا بنلعب دلوقتي يعني الاهلي والزمالك، تخيلوا بقى حضراتكم مستوى ناشئات لسه او سيدات الفرقه اللي قبل الدرجه الاولى مواليد 2000. سندي زمالك في النص، تغير المركز والمكان وتغيير في المراكز وتصويبه، لكن تاخدها دفاع الاهلي تلمها تاني الزمالك، تحاول تعدي ورميه جزائيه، تحاول تعدي تاخد كده من ليلى هيثم رميه جزائيه. وساندي ساندي قاسم لعيبه منتخب مصر، ساندي وتسجيل للهدف السابع، ويبقى التعادل مازال في الملعب 7-7 ماشيين جون بجون. بذكر حضراتكم دي التاني، دي الفرقه اللي تحت الدرجه الاولى مباشره للسيدات، بطوله الجمهوريه للسيدات مواليد 2000. تاني الكوره بتحاول عن طريق باك الشمال كده للنادي الاهلي، 14 فريده هاني، كنت ترجع تاني في النص عند رقم 6 مريانه خالد، اللي 15 في الجناح اللي لسه مسجله حبيبه محمد. تاني الهجمه اهلاويه لسه، 7-7 على طول مريانه حاول كده من على الدايره حلوه، تنجح تنجح من على الدايره رقم 20 رانا محمد راضي وسجل. تاني الهجمة على طول بترد الزمالك 8-8 ماشيين جون بجون، مباراة سريعة جدا. بنشكر قناة الاهلي ان هي جابت لنا لقاء زي دوت، مباراة عالية جدا جون بجون ناشي الاهلي والزمالك. على طول هجمة اهلاوية، هيبقى في تصويب من خارج وتصويبة والهدف واضح قوي الهدف التاسع. بص حضراتكم التصويبه والارتقاء العالي وتسجيل للهدف التاسع، غير النادي الاهلي كده حارس المرمى. انا شايف انجي خرجت، كابتن مهتدي المدير الفني للنادي الاهلي غير، وادي على الدايره ودايس على الخط، تبقى الهجمه اهلاويه، مازال التقدم فارق هدف للاهلي. تاني الكرة بتتلعب سريعة توصل ل 19 شاهد، شاهد تنزل على الدايرة، شاهد ولا ايه؟ يلعب 4-2 على الدايرة، يعمل زيادة عددية كابتن مهتدي على اساس ان الدفاع او التسجيل من الخارج يحصل اهو، التسجيل من الخارج اهو. بص حضراتكم عملت الخداع كويس قوي بالمروحة وسجلت الهدف العاشر.
تاني الزمالك تحاول تخش من ناحية الجناح، لكن على طول هنا 12 حارس مرمى النادي الاهلي منة سعيد، والهجمة ما زالت اهلوية، وحلوة من الجناح، حلوة من الجناح على طول 11-8. وهنا في وقت مستقطع بيطلبوا المدير الفني لنادي الزمالك، لا النتيجة 11-8، عشان كده كابتن شريف الشامي هيبدأ يتكلم مع فرقته، وفي نفس التوقيت كابتن مهتدي هيبدأ يتكلم مع فرقته، ووصلوا التعادل 8-8. وهنا على طول انا شايف في الصورة والله كابتن سامح لبيب بيتكلم، وادي كابتن شريف برضو زي ما قلت لحضراتكم بيتكلم مع فرقته المديرين الفنيين الاثنين، وهذه النتيجة قدام حضراتكم 14 دقيقة 21 ثانية، 11-8 تقدم للأهلي. عشان كده كابتن شريف الشامي لحق وطلب وقت المستقطع، ترى قال لهم ايه مع بعضينا مشاهدينا الكرام ننزل ملعب صالة النادي الأهلي ونشوف بقى هنا المديرين الفنيين قالوا ايه وايه اللي هيتنفس في الملعب. ساندي بتحاول تسقط للجناح تخش، لكن على طول والله منت الله سيد، والهجمه المرتده السريعه وهي الجول، وتسجل وتسجل سريعه، ادي الفاست بريك السريع جدا، جريت هي والجول وتسجل هدف 12 عن طريق رقم 14 من النادي الاهلي فريده هاني. ساندي تاني تغيير في مراكز اللاعبين، ساندي تستلم من النص تطلع على طول، لكن خدها والله رقم 66 سهيلة وتحاول تعدي وتسجل وتسجل، عدت الكورة جون، يعني المفروض يخش في طرائف وعجايب، تبقى الهجمة اهلوية على طول، هات وخد من الخط الخلفي تمرات كتير قوي توصل لحبيبة محمد في الجناح لرقم 6 في النص صانع العاب النادي الاهلي مريانة خالد، وتصويبه لكن خارج الملعب رامية مرمى زملكاوية اتلعبت على طول. الزمالك حتى الان بيعتمد من الخط الخلفي على ساندي رقم 7 وعلى 66 سهيلة خالد، ادي ساندي في الصورة اهي، صانع العاب رقم 4 من الزمالك سارة فارس، هات وخد من الخط الخلفي، سارة تحاول تعدي لكن يشيلها دفاع الاهلي، لكن في صفارة فاول ورمية حرة، رمية حرة زملكاوية اتلعبت على طول لساندي، هات وخد الخط الخلفي بيتحرك كويس توصل لساندي في النص، تحاول تطلع تاني رقم 88 من الزمالك دينا عاشور، لكن في صفارة في دقيقتين على لعيبة النادي الاهلي في رمية جزائية، دقيقتين ورمية جزائية، هنشوف بقى هنا التخصص لساندي لعيبة منتخب مصر ونادي الزمالك مواليد 2000 ساندي قاسم على التنفيذ، تسجل ساندي الهدف العاشر، تقلل الفارق لهدفين يبقى 10 الزمالك 12 الاهلي، كده الزمالك الاهلي هيلعب لمدة دقيقتين ناقص العدد، عشان كده على طول شريف الشامي مدير فني نادي الزمالك طلع مان تو مان على باك الشمال لنادي الاهلي اللي هو بيصوب من خارج التسع امتار على طول باستمرار، ودفاع متقدم، يا ترى يحصل اختراق ولا هتعدي من الجناح وتسجل، وتعدي من الجناح وتسجل رقم 15 حبيبه محمد، ولا اجمل ولا اروع، رغم نقص العدد الاهلي بيسجل هدف ال 13 في صفاره كده، لسه برضه في الجناح للزمالك، حاول يعمل اختراق لكن في فاول عن طريق شهد احمد لعيبة النادي الاهلي، تاني الهجمة لسه زملكاوية 66 بتتحرك كتير سهيلة خالد، لكن تاخد فاول سهيلة هتوصل عند ساندي اللي بتحاول تخش، لكن فاول عكسي تتنقل الهجمة الاهلوية على مهلها بقى هنا من طلال سعيد، الاهلي بيلعب ناقص العدد واحد يعني بيلعب 5 قدام 6، وبذكر تاني ان شريف الشام مدير فني الزمالك بدا يلعب 5-1، بدا يطلع لعيبه على المان من بره،
عشان يستفاد بالزيادة العددية. وادي هنا اختراق حلوة 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 حلوة، اختراق ولا اروع ولا اجمل من كده. عن طريق الجناح الشمال بتخش وتسجل الهدف ال 14 كده. الاهلي سجل هدفين خلال نقص العدد. تاني الهجمه لسه زملكاويه لساندي، تحاول تعمل الاختراق لكن ترجع تاني، هات وخد توصل لساندي، حلوه في الجناح لكن في اختراق تاني يشيلها دفاع الاهلي، يشيلها دفاع الاهلي، اكتمل النادي الاهلي كده. تاني ساندي سقط على الكوره لرقم اربعه صانع الالعاب ساره فارس، لكن تاخد فاول ساره، هات وخد، تتحرك كويس ساندي، تحاول تعمل اختراق لكن لسه ترجع تاني الكوره لنادي الزمالك. اشاره اللعب السلبي، لازم هنا التصويبه من ساندي، تحاول تعدي وتدخلها للجناح والشوط لكن يشيلها دفاع وحارس مرمى النادي الاهلي منا سيد، والمرتدة السريعة لكن مقطوعة من دفاع الزمالك، ترجع تاني عند ساندي، والله مباراة سريعة جدا. تاني بتحاول رقم 66 زي ما قلت لحضراتكم سايلة، لكنه بادس تصويبة وتيجي كده في دفاع النادي الاهلي، تبقى رامي الجانب لنادي الزمالك. 14 الاهلي 10 الزمالك. تاني التمريرات لسه من الخط الخلفي، توصل لساندي اللي بتحاول تعدي، تاخد فاول ساندي. هنا كابتن شريف الشامي بيعتمد على اثنين من الخط الخلفي كويس قوي، ساندي قاسم و 66 سهيلة خالد، دول اللي ماسكين الخط الخلفي حتى الان. عنده جناحين كويسين لكن الاهلي بيرد باختراقات كويس قوي عن طريق الباقيين الاثنين، وايضا الاختراق عند رجل الاجنحه والدايره. اذا الاهلي كده فريق مكتمل العناصر حتى الان. كابتن مهتدي المدير الفني لنادي الاهلي مش معتمد على حد بعينه، لكن تصويبه خارج الملعب لكن رمي الجانب تروح راها رقم 9 من الزمالك روان شريف، سيبها ل 88 دينا عاشور، توصل لساندي، قلنا اسباب كتير قوي هي وسهيله خالد الاثنين بيعتمد عليهم كابتن شريف الشامي مدير فني نادي الزمالك. لسه شرط اللعب السلبي، تاني ساندي تصويبة لكن تيجي في دفاع النادي الاهلي وتلمها كده لعيبة الاهلي وتقع لكن تاخد فاول، تبقى الهجمة اهلاوية. حبيبة محمد اللي كانت واقعة في الارض على طول الكرة بتتلعب سريعة عن طريق رانا محمد راضي، يمكن اكتر من لعيبة موجودة من ابناء مدربي الفرقتين سواء الاهلي او الزمالك. ادي رانا محمد راضي لعيبة منتخب مصر، بتحاول تعدي لا تاخد فاول رانا، والله اتحسب فاول عكسي في دقيقتين، هنشوف على مين كده. انا شايف رانا هي اللي خارجه كده. الاهلي يلعب ناقص تاني لمده دقيقتين، ادي رانا اهي هي ما سابتش الكوره عشان كده خدت دقيقتين. يا ترى الزمالك يقدر يستغل نقص العدد النبادي ولا الاهلي ليه عنده راي تاني؟ سجل الاهلي في نقص العدد قبل كده هدفين، الزمالك بيشوط لكن خارج الملعب ولا رميه مرمى، تبقى الهجمه اهلاويه. نقص العدد اللي فات كان للنادي الاهلي، الاهلي قدر يسجل فيه هدفين، الزمالك ما استفادش، هنشوف بقى النبادي هيكون ايه؟ يا ترى كابتن مهتدي عنده حلول اخرى؟ هنشوف الكوره بتتلعب منين؟ ناحيه الباك اليمين، لكن هنا في تغييرات في المراكز بتروح للشمال وتلعب. تاني رقم 6 من النادي الاهلي مريانة، تاخد فاول رمية حرة اهلاوية على طول على التنفيذ 19 شاهد يا احمد لمريانة. تاني بتحاول تعدي من الجناح وايه فاول ومعاها عقوبة. هنا ادى انذار، ادى انذار، كانت داخلة 14 فريدة هاني، لسه الهجمة تاني، لسه الهجمة للنادي الاهلي، بتحاول تعمل الاختراق زيادة عددية من ناحية الشمال لكن عن طريق 23 والله لا اله الا التاني. وادي هوب الاختراق لكن هنا اطول من اللازم، تتنقل الهجمة للزمالك،
تلعب السريعه تستلم ساندي كان توصل لدفاع النادي الاهلي وتلعب التاني عدت نص الملعب واتنين على اتنين وبتحاول تصعد على الدايره وفي صفاره دايس على الخط صفاره دايس على الخط تبقى رميه مرمى النادي الزمالك اتلعبت على طول الاربعه ساره فارس توصل عند ساندي ساندي لساره فارس على طول في الجناح اليمين للباك اليمين دلوقتي سهيله خالد كان ترجع تاني اتقطعت من النادي الاهلي وهي وجول لوحدها هي وجول هي وجول وسجل رقم 14 فريده هاني وسجل فريده الهدف ال 15 رقم 14 فريده بتسجل الهدف ال 15 هنا تسجيل للاهلي خلال نقص العدد في المرتين اكتمل النادي الاهلي بهجمه زملكاويه هات وخد رجع تاني سهيله في الباك الشمال ورلع تاني ساندي في النص ده تشكيلات كابتن هشام الشامي دلوقتي تاني الهجمه لسه ليه سهيله خالد واختراق لكن في رميه جزائيه رميه جزائيه لنادي الزمالك انا شايف رايح لها سهيله خالد يا ترى هي النوبات اللي هتشوط ولا هتستنى لساندي انا شايف سهيله اللي رايحه سهيله خالد بتصوب وتسجل بتصوب وتسجل الهدف ال11 والله 11 15 على طول الهجمه لنادي الاهلي باختراق حلو قوي في دقيقتين كمان على لاعب نادي الزمالك الهدف 16 بيتسجل اهو 19 بتخش شاه وتسجل هدف 16 شاه في دقيقتين لنادي الزمالك يا ترى الاهلي يستغل بقى هو النبادي او النقص عدد اللي الزمالك ولا ايه الهجمه زملكاويه تمريرات عن طريق دينا في الجناح وسهيله باك الشمال ترجع تاني عند اليمين رقم اربعه كصانع العاب ساره فارس لسهيله تغيير في المراكز تحاول تخش لكن في فاول ورميه حره زملكاويه تاني الهجمه لسه سهيله بتحاول تسقط للجناح لكن تشلع حارس المرمى ينجي منة الله وتتنقل الهجمه الاهلاويه لكن في فاول هنا اتنين دخلوا على بعض ان شاء الله يكون سلام ان شاء الله يكون الاتنين سلام ويقوموا سواء من الاهلي او من الزمالك قامت لعيبه الاهلي هتروح تطمن طبعا على لعيبه الزمالك 14 في الصوره قدام حضراتكم فريده هاني ادي الكوره هنشوفها تاني اكيد شكرا لقناه الاهلي ادي الكوره اهي قدام حضراتكم ادي الاثنين طبعا هو الحماس بين الاثنين لكن مفيش اي حاجه مقصوده الحمد لله الاثنين قاموا سلام كان لسه الهجمه لنادي الزمالك على التنفيذ رقم اربعه صارخه فارس جنبها رقم 88 ولا 99 ولا لسه نازله دلوقتي ياسمين صلاح نازله في الجناح جنب ساندي يبقى كده ساندي في الباك الشمال وياسمين صلاح في الجناح الشمال في النص موجود في تشكيل الزمالك ساره فارس اكيد في باك اليمين هيكون موجود طبعا سهيله خالد وفي الجناح رقم 55 فاطمه علاء ده تشكيل الزمالك دلوقتي على طول الكره بتتلعب لساندي بتحاول كده فاطمه كنت ترجع تاني اطول من اللازم ورامي الجانب اهلاويه رامي الجانب اهلاويه على طول الكره اتلعبت تمريرات من الخط الخلفي توصل على طول تعادل نص ملعب نادي الزمالك والتصويبه ولا اروع ولا اجمل لكن في العارضه في العارضه الكوره في العارضه الكوره يعني لو شفناها تاني اكيد لكن هنا انا شايف الملعب ماشي واللعيبه واقعه على الارض والهجمه بتتحسب للزمالك وهدف 99 بتخش ياسمين صلاح رغم ان كان فيه واقع اتنين من لعيبه الفرقتين لكن هنا الحكام اشاروا
بيه استكمال الملعب، وقدر الزمالك سجل هدف 12. هنشوف كده مين اللي وقع على الارض ان شاء الله نطمن عليها، مين لعيبه النادي الاهلي وادي زمايلها في نادي الزمالك الكل واقف برضه بيتفرج يستنى يطمن عليها. اعتقد ان رانا محمد راضي متهيألي كده، ان شاء الله تكون سليمه يا رانا وتقومي. ادي الكره اللي وطرح حضراتكم الحكم كمل، ودي الكره لساندي وكملت الكره اهي وسجلت، رغم ان في حد واقع من الفرقتين كان، لكن اتحسب الهدف 16-12. قامت رانا الحمد لله سليمه، قامت رانا سليمه الحمد لله، ونستكمل اللقاء. في هنا الاهلي بيعمل تغييرات لكن لسه ما راحش التنفيذ، رمية الارسال اهو في الصوره قدام حضراتكم. على طول الكره اتلعبت، تمريرات من الخط الخلفي، هات وخد، توصل لرقم 6 من الاهلي ماريانا خالد، على طول لرقم 15 في الجناح حبيبه محمد، لماريانا هات وخد، توصل لبراء سعيد، لكن لسه الكوره بيحاول يعتمد كابتن مهتدي على الاختراقات من النص. 19 في الصوره شاهد على طول تطلع رقم 6 صانع العاب النادي الاهلي ماريانا، توصل تاني لشاهد، تاني الاختراق من الباك عن طريق ماريانا، لكن تاخد فاول. لسه الهجمه اهلاويه ناحيه اليمين بيعتمد عليها كابتن مهتدي تماما، وادي تاني هنا 4 خطوات تبقى الهجمه زملكاويه، اتلعبت الكره سريعه توصل لساندي، ساندي مستنيه المسانده، على طول تجي لها رقم 4 صانع العاب ساره، كنت ترجع تاني باطول من اللازم من 55 فاطمه علاء، لكن والله هنا الحكام يعني اتحسبت فاول، اتلعبت على طول لساندي، هات وخد لساره، لساندي لفاطمه، لساندي تاني لساره، ساره فارس تاخدها فاطمه لساندي، تحاول تعدي لكن كده بتسقط على الدايره وتنجح، بتسقط على الدايره وتنجح في تسجيل الهدف ال 13. ادي على الدايره اهي بتسقط وتنجح ان هي تسجل الهدف ال 13 للنادي الزمالك، 13 الزمالك 16 الاهلي. ما زلنا نلعب في الشوط الاول في صفاره هنا، اعتقد تايم اوت طلبه المدير الفني لنادي الاهلي عشان يشوف ايه بقى الاخطاء اللي عنده وايه اللي هيعمله. ادي كابتن مهتدي في الصوره مدرب نادي الاهلي، ومعاه على طول سامح لبيب مدير فني، وادي الاثنين بيتكلموا، ادي كابتن مهتدي بيتكلم مع 23 من الاهلي ليلى هيثم على اساس ان هو بيخترق من ناحيه الباك اليمين، لكن هنا هو غير تفكيره خالص، الجناح اليمين بس هو اللي بيخش، الاختراقات كلها بقت من باك الشمال. طيب ايه اللي هيعمله بقى في التايم اوت يا ترى؟ عادي النتيجة قدام حضراتكم، بنلعب في الدقيقة 27 45 ثانية و16 الأهلي 13 الزمالك، انتهى الوقت المستقطع. يا ترى يا كابتن مهتدي قلت إيه لفرقتك؟ ويا ترى يا كابتن شريف الشامي هترد عليه بإيه؟ مع بعضينا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ننزل ملعب المباراة صالة النادي الأهلي، لقاء الأهلي والزمالك آنسات مواليد 2000. أدي الهجمة أهلاوية، قد الاختراق على الدايره حلوه حلوه حلوه، قلت لحضراتكم على الدايره حلوه، وشاهد بتستلم ولا اروع ولا اجمل، وبتلف جميله جدا وبتسجل هدف 17 كده. اختراقات كابتن مهتدي باينه قوي الناحيه الشمال مع الدايره مع اعتماد فردي على الجناح اليمين. تاني الكوره زملكاويه جري من غير كورة، تسليم واستلام كويس، تغيير في المراكز، توصل لساندي، سقط على الدايرة، لكن هجمة أهلاوية، اتلعبت فاست بريك سريعة جدا، وهي والجون، هي والجون، هي والجون، وتسجل ولا إيه؟ لكن في إيه؟ هي في صفارة، يا ترى حسبت إيه الكورة؟ فاول ولا إيه؟ لا فاول، اتحسبت فاول. رمية حرة، وداخلين كده على نهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي. ادي التمريرات من الخط الخلفي،
على طول تصويبة حلوة، لكن على طول تشيلها حارس مرمى نادي الزمالك، لكن ترجع بتطلع بالكورة بره، لكن هنا الصفارة ترجع من مكانها والهجمة زملكاوية الساندي، تحاول تساندي تخلص الهجمة سريعة جدا توصل لرقم 4 صانع الألعاب بتسجل منها الهدف. رقم 4 صانع الألعاب سارة فارس بتسجل هدف ال 14 17. يبقى الفارق 3 أهداف للأهلي، 3 أهداف للأحمر، 3 أهداف لأصحاب المركز الأول في المجموعة حتى الآن. على طول الكرة بتتلعب، تمرات من الخط الخلفي توصل على طول لشهد، بعد ما كانت بتسقط على الدايرة طلعت شهد بره اهو، بتلعب ناحية الباك الشمال وأحيانا كصانع ألعاب. تاني الكرة لسه شهد، تحاول تعدي لكن تاخد فاول على الدايرة، موجود دلوقتي ليلى هيثم رقم 23. تاني الكرة بتتلعب، تحاول تعدي توصل ميار اسماعيل رقم 72، اول ظهور لميار. ترى عندك ايه ميار هتقدميها؟ نشوف ونتابع. ولكن للاسف صفاره نهايه الشوط الاول مشاهدينا الكرام، مشاهدي النادي الاهلي، بتفصلنا عن مشاهده ماذا تفعل ميار، لكن نلتقي بها في الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، الى ان نلقاكم في الشوط الثاني، لكم من معلقكم الرياضي مجدي حطب اطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، مرة تانية معلقكم الرياضي مجدي حطب يسعده ان يكون معكم للقاء الاهلي والزمالك بطولة الجمهورية مواليد 2000 للانسات، اللي بنزحها لكم من النادي الاهلي، ولقاء يجمع قطبي الكرة المصرية. انتهى الشوط اول بتقدم اهلاوي 17-14، يا ترى الشوط الثاني هيكون في ايه؟ مع بعضينا مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، ننزل ملعب المباراة ونشاهد ونسمع. على طول هجمة اهلاوية على الدايرة بتحاول تسقط، لكن على طول الكرة تاني لسه مع النادي الاهلي، على طول الكرة بتتلعب، تمريرات من الخط الخلفي، بتحاول كده تعلى رقم 72 ميار، لكن تاخد فاول ولا تحاسب رمية مرمى لنادي الزمالك. يمكن اللي ما تابعناش كده من الشوط الاول، يمكن مباراة كانت ماشية جون بجون حتى الدقايق الأخيرة. وتاني الشوط التاني بنبدأ مع بعضينا أهو، والهجمة زملكاوية 66 سهيلة في النص، 77 أعتقد لسه نازلة سارة يحيى. تاني الكرة بتتلعب سارة لساندي لسارة تاني، وتصويبة لكن هدف، تصويبة وتخش حارس مرمى النادي الأهلي دلوقتي منة الله سيد، هي اللي واقفه في المرمى. منة على طول هجمه لعب للاهلي، بتحاول كده على طول 79 من الاهلي تعدي وتخش ساره، لكن تاني الكره مقطوعه من ساندي. ما زالت الهجمه زملكاويه، تمريرات من الخط الخلفي توصل على طول عند سهيله في النص، 77 سارة لساندي لسهيلة. كده كابتن شريف الشامي غير في خط الخلف النادي الزمالك، لسه كابتن مهتدي محتفظ بقوامه الاساسي. على طول الكرة بتتلعب سريعة، وهي والجون، هي والجون لو كملت، ورمية جزائية، رمية جزائية ومعاها دقيقتين، يعني 15 كده دخلت حبيبة محمد، قدرت ان هي تاخد رمية جزائية ومعاها دقيقتين على لعيبة نادي الزمالك. هنشوف بقى كده من اللي رايح، 14 اللي رايحه فريده هاني، فريده وتسجل الهدف ال 18 15 15، عشان يرجع للفارق اللي احنا بادئين بيه بالثلاث اهداف. على طول تمريرات سهيله لساره لساندي، ادي الخط الخلف نادي الزمالك، على طول سهيله ساندي تاني سهيلة لسارة، وياخدها النادي الاهلي، تبقى الهجمة المرتدة على طول سريعة، رقم 72 ميار اسماعيل، يلا يا ميار تعدي، وحارس مرمى الزمالك تشيلها، وتشيلها الزمالك، تشيلها حارس مرمى الزمالك، اتنقلت الكرة سريعة على طول للزمالك. على طول 66 باك اليمين سهيلة في النص، 77 سارة صانع العاب، دي ساندي قاسم، تعدي ساندي
فاول عكسي تبقى الهجمه اهلاويه. ميار اسماعيل لسه اول ظهور ليها، هنشوف بقى كده. يا ترى ميار انت بدات مع الشوط الثاني مع الصفاره، ايه اللي عندك؟ اهو هنشوف كده. ميار اسماعيل تاني الهجمه لسه، ادي ميار على طول بتطلع في النص، توصل تاني الميار على الدايره تسقط، بيلعب كابتن مهتدى 4-2. انت تنقل هجمه سريعه على نادي الزمالك، هي والجون وتسجل، تنجح في التسجيل الهدف 16 عن طريق سهيله، سهيله خالد. تاني الاهلي باك اليمين على طول توصل للشمال عند رقم 19 شهد، اختراق من وسط في صفاره في دقيقتين على لعيبه نادي الزمالك. رقم 5 نورهان علي في رميه حره من بره 9 امتار على التنفيذ، رقم 9 من الاهلي مستنيه اهي. 19 شاهد، شاهد تطلع على طول الكوره عند مريانة خالد، تحاول تعمل اختراق مريانة لكن يقطعها دفاع نادي الزمالك، بفاول تاني للاهلي. الشوط الثاني بادئ كده ب شويه تسرع من الفريقين، لسه الكره للنادي الاهلي، تحاول تعدي رقم 24 من الاهلي سامة احمد وتسجل، وتسجل ادي سامة اهي بتسقط على الدايره حلوه قوي قوي وتسجل الهدف 19 16. يبقى الفارق 3 اهداف حتى خلال الشوط الثاني لما بدانا. على طول سهيلة لسارة لساندي، سهيلة تاني لسارة، تصويبة في العارضة لكن خارج الملعب، رمية مرمى أهلاوية، اتلعب السريع فاست بريك، ولو لقطتها والله لو لقطتها فريدة كان هدف أكيد. على ما لا تبدأ تاني، وسهيلة بتاخد تعليمات كده كابتن شريف الشامي، ترى قال لها إيه؟ تغيير في المراكز، تنزل ساند في النص وسهيلة اهي في اليمين، هتحاول تعدي ترجع لساندي، تعمل اختراق وهتنزل الجناح ولا هتعمل ايه؟ التغيير في المراكز بين سارة وساندي، سارة لساندي تاني، تعمل تصويبة كده لكن بيجي في دفاع النادي الاهلي، وتبقى الهجمة اهلاوية. تلعب السريعة عدت نص الملعب على طول، شاهد هتكمل، شاهد هتسجل شاهد ولا ايه؟ لكن شلع حارس مرمى نادي الزمالك، وتلعب السريعة للزمالك في الجناح رقم 30 بتخش والله، لكن بتشيلها حارس مرمى النادي الاهلي، بتشيلها حارس مرمى النادي الاهلي. ما زالت الهجمة اهلاوية، شاهد هات وخد مع رقم 6 مريانة خالد لشهد لمريانة، ترجع تاني تحاول تطلع لشهد، سقط على الدارة لكن والله كده بتخش رقم 24 سما مع تغيير المراكز. سما بتلعب في الباك اليمين، ادي سما اللي معاها الكورة دلوقتي، سما هات وخد مع الجناح اللي بتخش كده لكن في زفارة، فاول تاني، فاول النادي الاهلي. يمكن حبيبه محمد في الجناح اليمين دلوقتي، هي كابتن مهتدي بدا يغير من مراكز اللاعبات تاني، بتحاول سما لحبيبه تخش من الجناح وتسجل الهدف 20. حبيبه بتخش من الجناح وتسجل هدف 20 للاهلي، وتاني بترد الزمالك سريعه وبتنجح ان هي تاخد رميه جزائيه، بتنجح ان هي تاخد رميه جزائيه، رمية جزائية هتروح لها ساندي، ساندي قاسم بتهوش ساندي وتسجل ساندي الهدف 17. ما زال الفارق 3 اهداف اللي بادئين بيه الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، زي ما عودناكم وعودتكم قناة الاهلي الفضائية ان هي بتجيب لكم
كل الالعاب الجماعيه سواء الطايره او السله او اليد. النهارده بنزع لكم مباراه كره اليد وهدف ولا اروع ولا اجمل من على الدايره، هدف جميل من على الدايره بتخش وتسجل هدف 24. زي ما عودناكم بنذيع جميع الالعاب، النهارده بنذيع بطوله الجمهوريه للانسات مواليد 2000، اهلي وزمالك من صاله النادي الاهلي، ما زال التقدم اهلاوي 21-17، تاني الزمالك بيحاول، للرقم 4 صرخ فارس توصل للجناح اللي بتحاول تخش لكن رمية مرمى اهلاوية على طول تلعب منا. منا طلع كرتها لشاهد في النص، هي مستنيه تروح باك اليمين شاهد في النص، موجود رقم 6 مريانا خالد، 24 باك الشمال، وتشوت 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 لكن يا ترى ما فيش خارج الملعب بسنتيمترات. سما احمد تاني الهجمه زملكاويه، سقط من الجناح تحاول تخش لكن حارس مرمى موجود منا بتشيل الكوره، وتاني الهجمه لسه مع الزمالك على طول سهيله لساندي، سهيله تاني ترجع لك رقم 4 اللي بتخش وتسجل من النص كده، ساره فارس ادي ساره هي بتخش وتسجل هدف 18-21 للاهلي. شايف كده رقم 24 سما احمد اتغير تغيير مراكز لاعبات، راحت كده شاهد اللي معاه الكوره اهو باك الشمال، وتصويبه في العارضه كلمة دفاع الزمالك، فاول تكتيكي كده من شهد عشان تمنع الهجمه المرتده، عشان كده خد الدقيقتين شهد. رقم 19 شهد احمد، واول نقص عددي ليه الفريقين الشوط الثاني. على طول الكره اتلعبت في النص، رقم 4 ساره فارس، باك اليمين سهيله خالد، باك الشمال ساره يحيى زمالك، وعلى الدايره بتلعب الكوره كنت تاخد فاول ورميه حره زملكاويه. على طول ساره فارس ليه تصويبه لكن حارس المرمى منا تمنع كوره اكيد وسريعه جدا، وزي ما قلنا منا هنا حارس مرمى نادي الزمالك ايضا رضوى حصان بتمنع كوره كده، بيمنعوا الاثنين اهداف مؤكده انفرادات للحراس المرمى الاثنين، لكن هنا بينجحوا في التصدي للهجمتين تتنقل الهجمه زملكاويه تصويبه والهدف 19 في دقيقتين على لعيبه النادي الاهلي. عدي كويس قوي والله وسجلت، ومعاها على طول هنا انا شايف كابتن مهتدي بيطلب تايم اوت وقت مستقطع عشان يكلم مع فرقته، هو بادئ الشوط الثاني بفارق 3 اهداف، الوقت 21-19 يعني الفارق هدفين، لكن في هنا اختلال في دفاعات النادي الاهلي. انا شايف والله كابتن مهتدي وكابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى نادي الاهلي، وايضا كابتن سامح حسين لبيب، الثلاثة بيتكلموا، ادي السبارة النتيجة قدام حضراتكم 10 دقايق ونص، 21-19 وفي الاهلي بيلعب ناقص 2، يعني الاهلي بيلعب 4 قدام 6، عشان كده كابتن مهتدي طلب التايم اوت ويتكلم مع فرقته ازاي يستغل التوقيت ده. على طول الكرة بتتلعب، ياخد فاول، في هنا في رمية جزائية ولا ايه؟ والله في دقيقتين على 66 من النادي الزمالك، سهيل خالد، يبقى كده 4 قدام 5، لكن الاهلي اعتقد ان هيكمل 5 قبليهم شويه. تاني الكره لسه هي مع الاهلي، تمريرات حاول يعمل اختراقات لكن في فاول تاني، فاول ليه نادي الاهلي، فاول اهلاوي لسه على التنفيذ، رقم 6 من الاهلي مريانا خالد، و14 في الملعب فريده هاني،
تغيير في مراكز اللاعبات، راحت فريده كده في الشمال، ادي اربعه قدام خمسه، وحتان الاهلي بيحاول فريده، بتحاول تعدي فريده لكن فاول، رميه حره كده، استهلاك للوقت عقبال ما يبقوا حتى على الاقل خمسه. من تاني الكره بتتلعب من الجناح، توصل على طول عندي مريانا خالد، مريانا تحاول تعدي مريانا وتشلح حارس مرمى، لكن فيه ايه؟ في رميه جزائيه، رميه جزائيه اهلاويه، يا ترى ينجح في تسجيل الهدف ال 22 عشان يرجع السكور تاني فرق ثلاثه. هنشوف ونتابع ونوصف لحضراتكم من خلال شاشتكم المفضله، شاشه قناه الاهلي الفضائيه 14 على التنفيذ من النادي الاهلي، فريده هاني، يلا يا فريده سجل فريده الهدف 22 22 19، يرجع الفريق تاني لثلاث اهداف. بدا الاهلي يبقى خمسه قدام خمسه، وهيكمل الاهلي سته قبل استكمال نادي الزمالك. تاني الهجمه زملكاويه، تمريرات بالعرض الملعب، تاني تحاول تعدي لكن ترجع تاني للجناح اللي تشوط لكن خارج الملعب، رميه مرمى اهلاويه، رميه مرمى اهلاويه اتلعبت على طول ليه شهد احمد، تاني التمريرات بالعرض، بتحاول تعدي من الجناح لكن تاخد فاول، فريده هاني وقع على الارض، فريده ان شاء الله تكون سليمه وتقوم. 22 19 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، زي ما عودتكم قناه الاهلي قناتكم المفضله ان هي تجيب لكم كل الالعاب سواء الفرديه او الجماعيه. النهارده بننقل لحضراتكم لقاء الاهلي والزمالك بطوله الجمهوريه مواليد 2000 للسيدات، وادي طبعا كابتن مهتدي مدرب النادي الاهلي بيطمن، ومعاها طبعا جهاز الاداري كابتن شيماء عبد العزيز العلاج الطبيعي بتطمن على لعيبه الاهلي، ايام السليمه هي الحمد لله. لكن طبعا هتخرج بره عشان تبقى في ثلاث هجمات بعد كده تنزل، لكن هنا في واحده هتنزل مكانها. زي ما قلت لحضراتكم البطوله بطوله الجمهوريه للناشئات او الانسات مواليد 2000 بتبقى فيها مجموعتين، مجموعه الاهلي والزمالك الليدو والنصر الزهور سبورتنج، المجموعه الثانيه موجود سموحه الشمس اكتوبر الطهران، دي المجموعتين اللي موجودين. يمكن كل مجموعه فيها 8 فرق، هقول لحضراتكم اول توقف هياخدوا اول وثاني وثالث ورابع، يبقى فرقتين المجموعتين 8، يعملوا دوري رايح جاي تاني من المره الثانيه. بقول لحضراتكم نظام بس لاستكمال اللقاء، هتقول الكره بتتلعب نادي الاهلي، اختراق تصويبه وهدف، هدف ال 23 23 19، بدا الفارق يعلى للنادي الاهلي، تاني بيحاول الزمالك تخش لكن 66 تاخد فاول سهيله، رميه حره لسهيله اتلعبت على طول الكوره نادي الزمالك، تاني التمريرات سهيله لسه وصل الكره لساره فارس لسهيله تاني، في فاول على الزمالك اتلعبت الكوره على طول للاهلي، عدت نص الملعب شهد، توصل على طول عند رانا محمد راضي، رانا في الباك الشمال اهي، تاني هات وخد تصويبه والعارضه كنت تلمها تاني شهد وتشيل حارس مرمى الزمالك للمره الثانيه، وتشيل حارس مرمى الزمالك للمره الثانيه. تاني الهجم زملكاويه تلعب السريع، توصل لاربعه صانع الالعاب ساره فارس على طول، 77 ساره يحيى لسهيله لساره يحيى لرقم اربعه ساره فارس، تغيير في مراكز اللاعبات، تست الهجمه تاني بتحاول تعمل اختراق فاول، ورميه حره من بره تسع امتار متطوحه ناحيه الباك اليمين على طول، اللاعب السريع لساره اللي بتحاول تعمل اختراق لكن دفاع الاهلي واقف، وتلعب كرة حلوة قوي ناحية الجناح لكن ترجع تاني لسهيلة، سهيلة تصويبة على وهارف، تصويبة من سهيلة والهدف ال20، ادي هي الكرة تاخدها سهيلة، بتصوب سهيلة من بره
والهدف العشرين، 20-23 الهجمة أهلوية على مهلها خالص، توصل لرنا محمد راضي، تمريرات بالعرض طبعا ليقود جهاز الأنسات دكتورة هالة زكي، تاني هجمة للنادي الأهلي. يمكن دكتورة هالة زكي خلال تشكيلاتها كانت واثقة كويس قوي من كل مدرب بتحطه مع فرقتها، تاني الكرة لسه بترجع. لكن لسه الهجمة لنادي الزمالك، على طول الكرة اتلعبت، هات وخد كده، في تغييرات في المراكز وفي اللاعبات. كابتن شريف الشامي بيعمله، نزل رقم 10 راغده زكي، اول ظهور لراغده كصانع العاب، راح كده في الباك اليمين ساره فارس لراغده، لساره فارس بتحاول تعدي تاخد فاول ولا ايه، والله رميه جزائيه، رميه جزائيه للزمالك اعتقد كده هتنزل انجي. انا شايف كده في تغيير في حراسة المرمى، هنشوف مين اللي هينزل ليه التصدي لحراسة المرمى ليه الرمية الجزائية. وعلى التنفيذ من الزمالك رقم 5 نورهان علي، والله دي 66 سهيلة، بتنجح سهيلة، بتنجح سهيلة. الهدف 21، 21 الزمالك، 23 الاهلي. على طول هجمة أهلاوية، رانا محمد راضي، تمريرات بالعرض توصل لرانا، بتحاول تعدي تعمل كده تمريرة خلفية، لكن دفاع الزمالك يقطع. تاني في النص رقم 6 من الأهلي مريانة خالد، بتحاول تعدي وتصوب كده رقم 21 من الأهلي سالي ياسر، سالي ياسر تاخد فاول. تاني تمريرات بالعرض، هات وخد، هتوصل عند رن لك، والله بتسقط على الدايره، حلوه حلوه حلوه، بتسقط على الدايره على طول لليلى هيثم. ايه اللي بتسجل ليلى؟ بتسجل ليلى الهدف ال 24، 24 21 هجمه زملكاويه بتقطع، والله سالي ياسر الهدف او الهجمة الزملكاوية، لكن ترجع تاني راغدة زكي، راغدة بتحاول تصعد في الباك اليمين عند رقم 35 من الزمالك فاطمة، وتاني بالشوط وتسجل، والله كده في العارضة وخرجت، يبقى كده الهدف ما سجلش. 24-21، 24-21 للأهلي. رانا محمد راضي، هات وخد، توصل عند رقم 6 مريانة خالد، صانع ألعاب مريانة، تستلم رانا، رانا راضي لمريانة، بتحاول تعمل اختراق وتسجل الهدف ال 25، بتسجل من اختراق رانا وتسجل هدف ال 25، 25-21 لسه الهجمة زملكاوية، تمريرات بالعرض، هات وخد من الخط الخلفي، راغدة زكي صانع العاب الزمالك، على طول تطلع لرقم 55 فاطمة علاء، لكن لسه فاول للزمالك، راغدة على الدايرة موجود رقم 9 روان شريف، كنت تلمها كده دفاع النادي الاهلي، تبقى الهجمة أهلاوية، رانا راضي تلعب كرة سريعة، هي والجون 14 بتعدي خداع جميل جميل ولا أروع، لكن أربع خطوات عملت خداع جميل حلو أوي فريدة، لكن أربع خطوات وتبقى الهجمة للزمالك. إيه اتنقلت الهجمة للزمالك على مهلها راغدة، تغيير في مراكز، توصل هنا 66 سهيلة، والله انا شايف ساره يحيى كمان رقم 77 اللي جت، هذا تغيير مراكز الزمالك اهو، راغده تستلم
طلع، لكن فاول للاهلي. فين السريع على المرتده على مهلها، دريبل كده عدت نص ملعب نادي الاهلي، تبقى توصل لرنا، ورانا محمد راضي على طول السؤال حلوه، وهدف جميل، اختراق جميل من ماريانا خالد، ماريانا بتخش وتسجل في الزاويه العكسيه، الهدف 26 26 21. اعتقد هنا كابتن شريف الشامي لازم يطلب تايم اوت، بدا الفرق يعلى 5 اهداف، والاهلي كده حتى الان مستحوذ تماما على نتيجه اللقاء. تاني الهجمه لسه للزمالك، بدا يدفع بساند اهو في الباك اليمين، ود تصويبه لكن حارس المرمى تشيلها، تشيلها على طول انجي، والهجمه المرتده الاهلاويه اطول من اللازم، تبقى رميه مرمى للزمالك، رميه مرمى للزمالك، رضوى تلعب على طول، اتنقلت لساندي كده، ساندي في الباك اليمين جنبها على طول، 55 قط معلاء، ده الباك اليمين والجناح اليمين للزمالك، في النص بيدفع برغدة رقم 10، تغيير في المراكز، والله هنا دفع بأربعة تاني، سارة فارس ليه ساندي لسارة، بتحاول تعدي وتكمل، تاخد رمية جزائية، تاخد رمية جزائية، رمية جزائية للزمالك، هنا بتغير على طول انجي وبتنزل مكانها حارس مرمى من طلع سيد، لكن على التنفيذ ساندي قاسم، ساندي تسجل، ساندي الهدف 22 22 26. الهجمة أهلاوية، تمريرات بالعرض، في تكتيف كده من الخلف، لكن يعني ما فيش، ادي بتعدي توصل لرنا محمد راضي، رنا طلع كرتها سريعة عند رقم 6 مريانا خالد، تمريرات بحلوة قوي من خط الخلف النادي الاهلي، جاري من غير كورة، تصويب لكن فاول عكس، تتنقل الهجمة للزمالك على طول، تطلع تلعب لساندي، اتلعب السريعة في الجناح، بتحاول تخش والشوط، لكن في ايه، انا شايف في عقوبة، في عقوبة، في رمية جزائية، رمية جزائية للزمالك على طول بالتخصص، ساندي قاسم، ساندي ترى تنجح في تسجيل الهدف 23، ساندي تنجح 23 26، يرجع الفرق تاني لثلاث اهداف اللي بادئين بيهم الشوط التاني. الهجمة اهلاوية كده، التعادل في الشوط التاني حتى الان، رانا محمد راضي توصل الكرة عن 23 ليلى هيثم، تغييرات في مراكز اللاعبات، بتحاول تعمل اختراق وتشيلها حارس المرمى، وتشيلها رضوى عصام، وتشيلها رضوى عصام، تبقى الهجمه الساندي الزمالك على الجناح سريع لوحدها خالص، وتسجل الهدف، الهدف ال 24، قلت لحضراتكم في الجناح فاضيه خالص، بتخش وتسجل هدف ال 24 24 26، وكابتن مهتدى على طول بيغير، عنده البديل اللي قاعد على الدكه، بيغير على طول تشكيلاته، رانا في النص، صانع العاب رقم 6 ماريانا خالد، ماريانا اتطلع على طول لل 19 شهد، وسجل شهد، وسجل شهد احمد الهدف 27، ادي شهد ايه بتخترق وسجل هدف 27 27 24. تاني جناح الزمالك كان خارج الملعب، رميه مرمى، رمية مرمى اهلاوية، منا تلعب، منا على طول، منا طلاه سيد، هي اللي موجودة دلوقتي في حراسة مرمى النادي الاهلي، رانا محمد راضي على طول في النص عند ماريانا خالد، ماريانا هتدي لشهد، شهد ليه، رانا هتعدي، رانا هتكمل، هتصوب، لكن حارس المرمى رضوى تشيل، رضوى عصام تشيل، تبقى الهجمة زملكاوية، اتنقلت كرة سريعة، روان شريف عدت وتكمل، تحاول تخش كده من الجناح وتسجل، وتسجل من الجناح، الكرة اتلعبت سريعة جدا،
قدرت منها تسجل منها الهدف ال 25، ولا مباراه سريعه، مباراه عاليه، مباراه حلوه فعلا. ونشكر قناه الاهلي ان هي جابت لنا هذا اللقاء، لقاء الاهلي والزمالك مواليد 2000، دوري عام سيدات مواليد 2000. على طول الهجمه، ايه الاهلاويه ورانا محمد راضي، تمريرات كتير قوي توصل لشهر، تقاطع حلو قوي وسجل هدف جميل، تقاطع جميل من فريده، ادي فريده اهي عملت اختراق وتقاطع حلو جدا وسجل هدف 28 28 25. تاني كره بتتلعب على الدايره تنجح لكن خارج الملعب، رميه مرمى الاهلي، رميه مرمى اهلاويه، ينجي شام تلعب على مهله الاهلي بقى 28 25 والزمالك ماشي معاه جون بجون، لكن هنا المهاره تفرق والسرعه برضه في الاداء تفرق، واللي عنده تغييرات كتير وعنده بدلاء اكتر هيكون ليه الكلمه العليا. ايه الهجمه الاهلاويه؟ على طول تمريرات توصل لشهد، عدت شهد بتكمل لرنا تنزل للجناح حلوه، قلت لحضراتكم لكن حارس مرمى رضوى، رضوى بتلعب الفاست بريك سريع وهي وجون وتنجح في التسجيل الى هدف ال 26، تنجح في التسجيل الى هدف ال 26 نادي الزمالك. والله بدا صوتنا يعلى، مش ملحقين هجمه هنا وهجمه هنا، وراه ولا اروع ولا اجمل من كده، تجمع بين فريقين كبار، بين ناديين اكبر، الاهلي والزمالك. على طول ادي التمريره من بره توصل لرنا، هتوصل لشاهد ولا تعمل صوت على الدايره حلوه، سجل تسجل على الدايره حلوه 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 على الدايره، بتسقط الكوره لليلى هيثم بتسجل منها الهدف ال 29. تاني اختراق وفي فاول عكسي على ساندي، وقع حارس مرمى النادي الاهلي ان شاء الله تكون سليمه، على طول بيجري كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، ومعاه طبعا اخصائي العلاج الطبيعي كابتن شيماء عبد العزيز، ان شاء الله نطمن عليها وتقوم وتكمل مع فرقتها. زي ما قلت لحضراتكم البطولة مقسمة إلى مجموعتين، كل مجموعة فيها 8 فرق، بعد كده هياخدوا أول وتاني وتالت ورابع، يبقى كده 8 فرق، أربعة من هنا وأربعة من هنا، يتعمل دوري تاني من دورين رايح جاي، بعد كده ياخدوا أول وتاني وأول وتاني، ده اللي يتلعب عليها بطولة الدوري أو السوبر لل 2000. ده نظام البطولة، بطولة الجمهورية للناشئات مواليد 2000، اللي حتى الآن المجموعة الأولى بيتصدرها النادي الأهلي. ادي ساندي راجعه، اطمنت طبعا على حارس مرمى النادي الاهلي ان شاء الله تكون سليمه وتقوم، وعلى طول كابتن مهتدي بيستغل الموقف والوقت وبيتكلم مع فرقته. كابتن مهتدي من كان من حكام منطقه الجيزه الاول، وبطل تحكيم الراجل واتجه للتدريب، ومؤدي اداء عالي كابتن مهتدي، من اللاعبين المميزين جدا كان في حراسه المرمى، ودلوقتي هو مدير فني نادي الاهلي او مدرب نادي الاهلي مواليد 2000 كابتن مهتدي. ايضا شريف الشامي من اللاعبين المميزين لنادي الزمالك اللي حاليا دلوقتي هو بيقود فريق 2000. على طول الكره بتتلعب، هات وخد من الخط الخلفي، توصل لرنا محمد راضي، تصويبه ولا اروع ولا اجمل يا رنا، حلو حلو حلو، بصوا التصويبه، بصوا الهدف الجميل لرنا محمد راضي، 30 26، بدا الفرق يبقى 4. يا ترى يا كابتن شريف هشامي عندك ايه، ولا كابتن مهتدي هيرد عليه بايه؟ مع بعضينا نتابع اللقاء. على طول ساند ياسم بتسقط كره حلوه، لكن والله على طول معاها منا 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 حارس مرمى النادي الاهلي، والمرتده السريعه لكن تقطعها تاني، ساندي 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 ساندي، وطقت فيها الاهلي، كانت تلمها تاني الزمالك، تبقى مازال الهجمه زملكاويه 30 26. كره بالعرض الملعب بتعدي ساندي، توصل توصل باك، واختراق ورميه جزائيه، اختراق ورميه جزائيه، رميه جزائيه، على طول ساندي بتروح تاخد الكوره، تخصصات بقى ساندي قاسم طبعا عيلة رياضية، احمد قاسم وابوهم بالكبير
كابتن قاسم علي والتسجيل للهدف ال 27 27 30. الهجمة الأهلاوية تبدأ. قلت لحضراتكم في أكتر من لعيبة موجودة في الملعب أبناء مدربين، لكن بصراحة الكل بيأدي أداء عالي، مفيش هنا تعايز سواء للمدرب أو لغيره. على طول هجمة للأهلي، أدي رنا محمد راضي. زي ما قلت أنا لساندي برضه بنقول على رنا. والاتنين بيواجهوا بعض. أدي أهو، أدي رنا أهي، بص حضراتكم مع ساندي. والتصويبة وتنجح رنا في تسجيل الهدف ال 31. تنجح رنا في تصويب الهدف ال 31 للنادي الأهلي. 31 27. مواجهة فردية بين اتنين مدربين بره الملعب خالص، مش موجودين في الملعب، لكن أبنائهم الاتنين موجودين جوه الملعب، سواء كابتن محمد راضي أو كابتن قاسم علي. والهجمة الأهلوية على طول، كرة حلوة حلوة حلوة، قلت لحضرتك كرة حلوة جميلة جميلة، اتنين على واحد، لكن هنا مفيش طمع في الكورة، بتخش رقم 14 فريدة هاني وتسجل هدف ال 32، ومعاها كابتن شريف الشامي يطلب وقت مستقر. ليه؟ الفرق بدأ يعلى. كابتن مهتدي قدر ان هو من اختراقاته وتصويباته من خلال رنا ان هو يسجل ويعدي الفارق من 3 اهداف، حتى الان وصل ل5 اهداف. طيب كابتن شريف الشامي كان بيعتمد على ساندي والخط الخلف بتاعه سواء 66 سهيلة خالد او سارة يحيى، لكن الاهلي بدأ يوقفهم. اذا في هنا اختلال في هجوم نادي الزمالك ده، اعتقد عشان كده كابتن شريف الشامي طلب وقت مستقر. لكن هو قال ايه وكابتن مهتدي قال ايه، ده في صالة النادي الاهلي نعرف ننزل ملعب المباراة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، اللي بنشكر قناة الاهلي على هذا اللقاء الممتع الشيق جدا اللي قدر يوصف لنا ويظهره على شاشة قناة الاهلي. انتهى الوقت المستقطع، ننزل ملعب المباراة ونشوف بقى الفرقتين هيعملوا ايه، سواء كابتن مهتدي مدرب نادي الاهلي ولا كابتن شريف الشامي مدرب نادي الزمالك. ننزل ملعب المباراة ونتابع. والهجمة زملكاوية، تمريرات من خلال فاطمة علاء باك اليمين الجناح اليمين، توصل لساند في النص على طول رقم 4 سارة فارس، تاني هتاخد لساندي لسارة فارس لفاطمة لساندي، تغيير في المراكز، هتاخد من الخط الخلفي جري كتير قوي، فين التصويبه بقى هنا لسه ما وصلتش، توصل لساندي، تغيير في المراكز تاني لساندي، بتعدي ترجع تاني لسهيله وتسجل سهيله. ادي سهيله اهي اتعمل لها تحجيز قوي، لكن والله كويس، ده مش هي اللي دخلت، ده اللي دخلت فاطمه علاء من الجناح. 28 32 هجمه اهلاويه ورانا محمد راضي، فاول لفريده، فاول لفريده للاهلي، اتلعبت على طول لسه الصفاره على طول رانا، هات وخد مع شهد، بتعدي شهد، بتعدي تكمل شهد، فاول ما اتحسبتش، لسه فاول للاهلي، فاول للاهلي. شاف شهد واقفه ورانا محمد راضي، ادي رانا يطلع لها ساندي، المواجهه الفرديه اللي قلت حضراتكم عليها، توصل لشهد بتحاول تعدي شهد، لكن في صفاره والفاول للزمالك، اتلعب السريعه لكن ياخدها دفاع الاهلي، تلمها كويس قوي، تقف على كورتها، تطلع كوره من بره، تستلم منا وتطلع الكوره لرانا، رانا بتعدي كويس قوي رانا، وتصعد للجناح، لكن دايس على الخط رقم 23 من الاهلي ليلى هيثم. اتنقلت الهجمه للزمالك على طول، هجمه زملكاويه، هات وخد من الخط الخلفي، توصل لساندي تاني، هات وخد ساندي ليه ساره فارس لساندي، تصويبه لكن تيجي في بلوك النادي الاهلي، والمرتده السريعه هي والجول، شاهد 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 والجول، شاهد والهدف، شاهد والجول، شاهد والهدف، الهدف ال 33 للنادي الاهلي، شاهد سريعة جدا الكرة
بتاخدها شاهد وتخش وتسجل الهدف في 33 مشاهدينا الكرام عشان ينتهي اللقاء بفوز ولا اجرع ولا اجمل للنادي الاهلي 33-28. مشاهدينا الكرام، قبل ما اختم لقائي بشكر قناه النادي الاهلي على ان جابت لنا هذا اللقاء الشيق الممتع. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم جميعا. كان معكم معلقكم الرياضي مجدي حطب. الى اللقاء في مباراه اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.